هل ينزل الدولار الأمريكي عن عرشه؟ سؤال عاد إلى الواجهة بعدما زادت جائحة كوفيد-19 من تصدع هيبة الدولار الأمريكي الذي يعاني أصلا من مشاكل. في الأسابيع الماضية برز مقال نشرته وكالة بلومبرغ حمل عنوان انهيار الدولار آت، ومفاده أن حقبة التميز أو التفرد للدولار الأمريكي كعملة رئيسة للاحتياط في مختلف أنحاء العالم تقترب من نهايتها بسبب انهيار صافي المدخرات الأمريكية منذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى أن الدولار لم يعد العملة العالمية التي لا غنى عنها، ولا سيما أن تسعير السلع الاستراتيجية لم يعد يتم حصرا بالدولار. هنا لابد من التذكير بأن الصين التي تخوض حربا تجارية مع أمريكا بدأت بإدخال عملتها المحلية اليوان في تعاملات الطاقة الخاصة بها فيما يشبه التحدي لهيمنة العملة الأمريكية، وأيضا بأن الدول الخاضعة لعقوبات أمريكية مثل روسيا وإيران وسوريا وغيرها تجري مبادلاتها التجارية بالعملات المحلية أو بالعملة الأوروبية. في هذا الحوار الاقتصادي سنسأل، هل نزول الدولار عن عرشه بات قريبا أم أن الأمر مبالغ فيه؟ وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على السياسة الخارجية لواشنطن؟ وهل يمكن تغيير هيكلية السوق العالمية التي بنيت هكذا منذ بريتن وودز بعد الحرب العالمية الثانية؟ ضيفنا في هذا الحوار الباحث في شؤون أسواق المال الدكتور دانيال ملحم. أهلا بك دكتور ملحم. أهلا بكم. بداية، الدولار يستخدم عالميا كوحدة حسابية وكمعيار للقيمة وكوسيلة للتبادل. هل البديل جاهز إذا ما صدقت التوقعات بأنه سينزل عن عرشه كما يحكى منذ مطلع العام تقريبا؟ عمليا هذا السؤال جيد جدا، ولكن للرد على هذا السؤال يجب معرفة الحجم الوقتي أو المدى الزمني لكي يترجم هذا السؤال. لا يمكن القول أن الدولار سوف يبقى أبديا على عرشه أو سيبقى كعملة واحدة في النظام العالمي الجديد، ولكن لنقسم الموضوع على مدى قصير ومدى متوسط ومدى طويل الأجل. على المدى القصير الأجل، ما نشهده الآن عمليا هو مبالغ فيه لهذا الكلام، حتى لو كانت المدخرات الأمريكية انخفضت إلى مستويات قياسية، ولكن هناك مؤشرات، ما نشهده في أسواق السندات المالية، هناك مؤشرات قوية جدا عن أن هذه العملة هي العملة الوحيدة كفالير ريفيوج أو مثل أو ملاذ آمن قصير الأجل وليكيد، أي يعني وهو وسائل. عمليا هذا ما شاهدناه في فترة الأزمات والأزمة الأخيرة، هناك كثير من الطلبات من الشركات الأمريكية أو الشركات العالمية وحتى الدول أنفسها زادت الطلب على الدولار في هذه الفترة، وخصوصا على السندات ما بين 3 أشهر ل6 أشهر و9 أشهر، وهذا إن دل بتبقى هذه العملة كملاذ آمن على المدى القصير. هناك عوامل أخرى أو أمثلة أخرى يمكن أعطيها تدعم هذه النظرية، منها فقط ما شاهده روسيا بالذات، من أعطيته حضرتك مثل أن روسيا تتعامل مع الصين وغيرها، سوف أعطي أمثلة مفصلة. مثلا روسيا وعندما أصبحت أزمة النفط انخفضت قيمتها بشكل كبير، أصبحت تبيع الدولار عمليا وشراء عملتها الروبل عمليا لمحافظة أو لخفض الانهيار في عملتها الروبل. ولكن عندما حدث الاستقرار وامتصت صدمة انخفاض الروبل، أصبح هناك اختلال في توازن الريزيرف أو الاحتياط العملات لديها، وبالتالي اضطرت روسيا نفسها الذي باعت الدولار قبل أسبوع أو أسبوعين من الأزمة في أبريل من أن تبيع اليورو وتشتري دولار بالمقابل عمليا لإعادة هذه التوازن. أي عمليا أن الدول حتى صح الدول التي لمصلحتها أو من المفترض أن تكون مصلحتها أن يهتز هذا النظام أو يهتز عرش الدولار عن عرشه، ليس من مصلحتها في الفترة الحالية وعلى المدى القصير اهتزاز أو نزول هذا الدولار عن عرشه لسبب واحد، لأنه هناك خطر هيكلي على اقتصاديات هذه الدول لانعدام البديل. عمليا عندما نطرح سؤال هل سينزل الدولار على عرشه، يجب أن نطرح السؤال لماذا ينزل الدولار عن عرشه؟ هذا هو السؤال، وما هي البدائل المطروحة وما هي واقعية هذه البدائل المطروحة؟ أو على ماذا يستند أصحاب الرأي القائل بأنه سينزل عن عرشه قريبا أو سيفقد مكانته العالمية كعملة لتسوية المدفوعات؟ برأيك على ماذا يستند هؤلاء لتوقع هذا الانهيار، وبعضهم يقول إنه قريب نسبيا، يعني إنه في المدى المتوسط أو القصير حتى؟
لست من المتفائلين في هذه وجهة النظر لعدة اعتبارات. لنظر إلى الساحة العالمية، هناك عدة عملات أو سلة عملات، منها الدولار، اليورو، أيوان، الين الياباني، الجنيه الاسترليني وغيرها من العملات، والدولار الكندي. لنرى أن كل دولة عمليا أي عملة، لنبسط الأمور بشكل منهجي، عمليا أي عملة هي تعكس مدى قوة الاقتصاد أو الأداء الاقتصادي لأي دولة ومدى الثقة في هذا الاقتصاد، وهذه عمليا هذه العملة. هناك أمور تقنية ولكن بالشكل العام هذا ما ينظر إليه. لنرى أن الدول إذا 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 نزل الدولار عن عرشه، ما هي البدائل الموجودة؟ البدائل الموجودة مثلا لنرى في أوروبا، هل تستطيع اليورو أن يحل محل الدولار أو أن يوازي الدولار؟ لنرى أن هناك منطقة اليورو تعاني مشاكل اقتصادية هيكلية، مشكلة تتعلق، واحد المشكلة الأولية تتعلق في بنيتها الاقتصادية، هناك سياسة نقدية موحدة ولكن ليس هناك سياسة مالية أو سياسة ضريبية موحدة، هناك مشاكل مع دول الأطراف، هناك إضافة إلى ذلك المشكلة الرئيسية هي هل تستطيع أوروبا أو أن ريبوندر أو تواجه الطلب المتزايد على العملة أو تؤمن سيولة على الساحة الدولية في حال إذا طلع هناك طلب. لا أعتقد أن هناك في الفترة الحالية من الآن إلى 5 سنوات تستطيع أوروبا أن الإجابة على هذا السؤال، ولكن النية موجودة على ما يبدو في أوروبا أقله. ما بين النية موجودة وبين الواقع الموجود هناك تختلف. لذلك قلت على المدى القصير أو المتوسط أو طويل الأجل. على المدى الطويل الأجل نعم، هناك برامج، هناك البرنامج الصيني، هناك البرنامج الأوروبي، وهناك برامج عديدة، وما هذا ما سأصل إليه على المدى الطويل. لذلك أنا أتكلم على المدى القصير في مدى من الآن إلى 5 سنوات، ولا أعتقد قبل العام 2030 أن يحدث شيئا ما أو شيئا جذري يؤدي إلى تغيير استراتيجي على التجارة الدولية أو على الساحة الدولية. لنرى إلى موضوع الصين، الاقتصاد الصيني الكل ينظر إلى الاقتصاد الصيني على أنه اقتصاد قوي، ولكن هناك مؤشرات على مشاكل هيكلية بقلب الصين. عمليا أن الاقتصاد متركز منذ نشأته الآن على إنتاج صناعي كبير، وهناك مشكلة داخلية في الاقتصاد الصيني هو مشكلة تحوله من نظام الإنتاج الصناعي إلى نظام الخدمات، وهذا ما نراه جديا عمليا من مدى حجم القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص. الصين إلى الآن لم تستطع إلى الآن التحول نحو تحفيز الطلب الخاص في الاقتصاد مبنية على القطاع الخاص نفسه، إنما كل تحفيز الطلب الخاص الداخلي مبني على تحفيزات القطاع العام. حتى الشركات الكبرى هي مملوكة للقطاع العام، وهذا ما شهدناه فقط بموضوع الصين بين هلالين. هناك مشكلة منذ سنتين الأخيرتين هي خروج رؤوس الأموال بشكل كبير للمدخرين الصينيين، وهذا إن دل هناك ضعف الثقة في الاقتصاد الصيني في الفترة المقبلة. إذا عمليا الثقة المستقبلية بين اقتصاديين، الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد الصيني، هي نوعا ما مهزوزة، أو هناك ضبابية في الأفق عندما تكلم ل5 إلى 7 سنوات. وبالتالي عندما أنظر أن هناك إذا الدولار ينزل على عرشي، ما هو البديل غير متوفر في الفترة الحالية، وبالتالي لا أعتقد أنه في المدى المنظور أن تكون هذه النظرية هناك نوع من السبيكلاسيون أو هناك نوع من المضاربات أو إطلاق الخيال لبعض الأفكار، ولكن ما يوجد على الأرض حاليا أعتقد أنه ليس في المدى المنظور. طيب، المعطيات الاقتصادية الحالية ليس في المدى المنظور، لأن الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد ذو الأداء الأكثر عمليا، الاقتصاد الأمريكي ذو الأداء الأكثر واقعية عمليا، أنه هو الاقتصاد الأسرع أو الفلكسيبيليتي أو المرونة تبعه هو الأسرع منذ أزمة الاقتصاد. حتى الآن بعد كل ما حدث نتيجة تداعيات كوفيد-19 وكل يعني تراجع نسب النمو، ارتفاع نسب البطالة، كل المشاكل التي بدأ يعانيها الاقتصاد الأمريكي، هل ترى أنه ما زال الأقوى أو الأكثر يعني مرونة وواقعية كما تفضلت؟ ما نشهده من الاقتصاد الأمريكي نعم مرونة وواقعية، والأهم من هذا كله هو يستطيع أن يجدد نفسه بنفسه ويجدد الآليات. نرى أن السياسات الاقتصادية أول ما تظهر في الولايات المتحدة الأمريكية وتصبح في التالي تطبق في اليابان أو في أوروبا أو في غيرها من الدول، وبالتالي هذا التجدد هو الذي يسمح بالدخول في سيكل إيكونوميك أو في دورات اقتصادية متجددة والحفاظ على النمو لفترة طويلة من أجل، وهذا ما نشهده
لم نشهده في الصين في الفترة الحالية أو في الاتحاد الأوروبي أو في دول أخرى تستطيع أن تطرح نفسها على الساحة الدولية كعملات موازية. نعم، بالعودة لسؤالك، نعم الاقتصاد الأمريكي لا يزال متين ومتجدد. أعتقد أنه مؤشرات البطالة التي ظهرت الأسبوع الفائت هي مؤشرات عمليا محفزة، على الرغم من أن هناك أزمة نو كونفنشنال أو غير اعتيادية هي الأزمة الحالية أو الأزمة ما نشهده اليوم، وبالتالي معالجتها لم يكن بالطرق الاعتيادية أو الكونفنشنال اللي نراه في السابق. لذلك من المبكر على الحديث عن مدى تأثير أزمة كوفيد على الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات دول العالم، لأن عمليا ما نشهده اليوم هو ريبريز أو إعادة انطلاق عجلة الاقتصاديات، ولكن هناك في ترقب، لأن هناك عمليات أنه لأول مرة في التاريخ نشهد مشكلتين متوازيتين. المشكلة الأولى هي مشكلة العرض والمشكلة الطلب العالمي، وبالتالي المشكلة الطلب العالمي هي مهمة جدا، لأنه ما يجب النظر إليه هو مشكلة البطالة في كل دول العالم. إلى الآن المؤشر الوحيد اللي ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي هناك انخفاض في عدد الشماج أو عدد طالبي إعانة البطالة. نعم. وهذا مؤشر نوعا ما إيجابي، وبالتالي أكرر هناك من المبكر الحديث عن هذه التداعيات، لأنه التداعيات سوف تظهر تباعا وليس اليوم، ويمكن أن تكون هذا الانطلاق من أول وجديد في أسواق المال، باعتبار أن النظر في أسواق المال هي المؤشر على ما قبل 6 أشهر للأداء الاقتصادي لأي دولة معينة، وبالتالي يمكن أن تكون الأزمة في العالم. اسمح لي بمقاطعتك قليلا، ولكن يجب أن نتوقف مع فاصل قصير، ومن بعد هذا الفاصل سنتحدث عن أسواق المال وعن مستقبل الدولار وكل الاقتصادات المرتبطة به، ولكن بعد الفاصل. إذن مشاهدينا ترقبونا بعد قليل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأهلا بك دكتور دانيال ملحم وأنت معنا من باريس. قبل الفاصل كنا نتحدث عن انتفاء أو عدم وجود أي بديل الآن للدولار. طيب، من اللافت أن هناك بعض النفور أو هناك رغبة لدى جهات كثيرة باستبدال الدولار أو بالخروج عن سطوته وهيمنته. نذكر منها مثلا أصدقاء الولايات المتحدة في أوروبا، مثلا رئيس المفوضية الأوروبية في سبتمبر الماضي، في أيلول سبتمبر، جان كلود يونكر، قال إن إجبار الأوروبيين على شراء سلعهم الخاصة بالدولار هو أمر سخيف، استخدم هذا التعبير. أما وزير المالية الفرنسي برونو لومير فقال إنه يريد أن تكون حكومته مستقلة عن الولايات المتحدة وغير مرتبطة بالدولار. ما سبب هذا النفور والرغبة بالخروج والسيطرة الأمريكية من خلال الدولار؟ ونذكر بأن هؤلاء هم أصدقاء الولايات المتحدة، لا نتحدث عن الصين، لا نتحدث عن روسيا. نعم، أعتقد أن هناك هذا كلام من نوع الضغوطات السياسية التي حدثت في فترة معينة، لأن الاقتصاد الأوروبي غير مهيأ للآن للتخلي عن الدولار كعملة حتى ما بين دول ال 16 27. لذلك هو كلام جاء في خضم المعركة التي صارت، هي معركة الحرب التجارية التي صارت بين أوروبا وبين إدارة ترامب والاتحاد الأوروبي آنذاك، وبالتالي هذا كلام من الضغط السياسي لم نسمع له الآن، وبالتالي انتفت هذه المطالبات الآن. أعتقد هناك الواحد هناك مشكلة، إذا كنا نتكلم عن ما هي المشكلة يمكن أن يتعرض لها الدولار، هو نظام سويفت. أعتقد أن الدولار يكسب عمليا الأداء الاقتصادي ويكسب الأداء الاقتصادي الأمريكي والثقة فيه في هذا الدولار وغيره، ولكن هو نظام سويفت لتحويل الأموال بالدولار، وهذا هو المركز الرئيسي لتحويل أو لاكتساب الثقة أو قوة الدولار، لأن عملية زيادة الطلب على الدولار يكون عن طريق نظام سويفت. تهديد عرش الدولار يمكن أن يكون ما سمعناه في الفترة السابقة من عمليات الإيوان أو العملة الرقمية الصينية التي برز التكلم عنها منذ فترات شهر أو شهرين، ويمكن أن تكون تهديد لعمليا للدولار، لأنه عمليا هو نظام موازي لنظام سويفت، وهذا يمكن أن يكون هناك جدي. ولكن أعطي مثال على ذلك، أنه منذ 5 سنوات أو 7 سنوات تقريبا حاولت الصين مع مجموعة الدول المحيطة مثل الفلبين، أندونيسيا، ماليزيا، بتطوير عملية التبادل التجاري ما بين هذه الدول ومع الصين على أن يدفع أن تستخدم اليوان الصيني في هذه العملات، شرط أن تلتزم الصين بوضع
دولار أو ذهب مقابل كضمانة لهذه الدول، تستطيع الدول تبديل العملة اليوان بهذه العملات أو الدولار. ولذلك هنا بس فقط النقطة. تفضل. لأنه حتى في الضمانة، عندما كان هناك ضمانة للالتزام يوان أو مبادرات تجارية بين هذه الدول كانت الدولار الأمريكي. وبالتالي لذلك أعود إلى هذه النقطة، في إلى الآن هناك الكثير من الكلام، هناك الكثير من المؤشرات تبرز، ولكن عمليا على الواقع كل المؤشرات هناك على القصير الأجل لمدة ما بين 5 سنوات إلى 7 سنوات لا شيء يدل عن هذا الواقع، لأنه لا يوجد بديل جذري اليوم ليستلم هذا الدولار. ولكن على المدى الطويل، عندما تكلمت أنا على المدى الطويل منذ ابتداء من العام 2035، هناك تغيير أصبح الآن نراه منذ العام 2015، تغيير بالسياسة العالمية أو بالعفوا بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد. هناك عولمة بلشت، أن هناك الكثير من الدول أصبحت تتقوقع على نفسها أو تنكفئ على نفسها، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا. أذكر كما بدأت العولمة مع دونالد ريغان ومع مارغريت تاتشر، انتهت مع دونالد ترامب ومع تيريزا ماي. وبالتالي هذا انه هناك لماذا تلجأ المفارقة، انا راينا الصين تدافع عن العولمة، يعني الصين الشيوعية صارت اليوم ليبرالية. لماذا؟ ليس حبا بهذا، لأنه الصين هي الدولة الوحيدة المستفيدة من نظام التجارة العالمي بالشكل الحالي اليوم، والولايات المتحدة التي عملت كموتير أو كمحرك لنظام التجارة العالمية أو لنمو التجارة العالمي، أصبحت في الفترات الماضية خلال العقد الأخير تخسر من هذا النظام، وبالتالي ليس مصلحتها البقاء فيه. الرابح الأول كان من هذا الصين، وبالتالي إعادة توزيع الثروة ذهب من الدول الغربية نحو الصين، وبالتالي الصين تدافع عن صالحة وليس حبا بهذا النظام، انما نتيجة الارباح التي حققته من هذا من هذا من هذا النظام، على الرغم مشاركتها حوالي ربع نقطة مئوية او نصف نقطة مئوية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد. لذلك لا يوجد مؤشرات عملية حاليا على هذا الكلام. ما الذي يمكن دكتور ملحم، ما الذي يمكن ان يساهم فعلا في زعزعة مكانة وسيطرة الدولار؟ اوكي، واضح انه إيوان. ليس في المدى المنظور اليوان، كيف ذلك؟ الإيوان أو عدة العملة الرقمية. نعم، العملة الرقمية. العملة الرقمية هو نظام موازي للسويفت، وبالتالي أي تحويلات مالية يمكن أن يكون، لأعطي مثال نبسط الأمور، تستطيع اليوم لبنان، هناك في أزمة اقتصادية وهناك في طرح من التوجه نحو الشرق، عمليا أنه إذا 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 بقينا على النظام العادي، أي عمليا هو استخدام السويفت وتحويل الدولار وما إلى ذلك، لم يتغير شيء عن الوضع اللبناني. ولكن هناك حل، أن يكون أن يتفق لبنان مع اليوان، أن نستخدم عمليا اليوان، نشتري ونبيع عمليا في العملة الصينية، ويمكن أن يتم التحويلات. هذا عمليا هذه التحويلات لا يمكن أن تتم عن نظام السويفت، يجب أن تتم عن نظام محايد أو عن نظام باراليل موازي، هو نظام البلوكشين أو عمليا أو العملة الرقمية، لأنه لن تمر في هذا، وهو نظام موازي. وبالتالي هذا النظام الموازي هو يخلق عمليات جانبية من التبادل بين الدول، وبالتالي نعم هذا يضعف الطلب على الدولار ويضعف المكانة الأمريكية، لأنه هناك أصبح بدائل. ولكن السؤال المطروح، من هي الدول التي الآن تستطيع الدخول في هكذا نظام أو تمتلك الجرأة في الدخول في هذا النظام عمليا، وخاصة نتكلم عن دول عالم ثالث، ولا تزال هذه الدول هي تحت سطوة، هي دول بإيمرجونت أو أسواق ناشئة، تحت لا تزال سطوة النظام الأمريكي أو النظام الاقتصادي الأمريكي أو النظام المالي الأمريكي، وبالتالي يستطيع في أي وقت من الأوقات يقطع الدولار عنها كما يحدث في عديد من الدول كفنزويلا وغيرها، وبالتالي هناك مشكلة حقيقية لهذه الدول. لذلك البدائل الموجودة، ولكن هل هذه البدائل الآنية؟ لا أعتقد. أعتقد أنه ابتداء من 2030 أو 2035 تصبح هذه البدائل متوفرة، أو يمكن تطور نظام الاقتصادي أو تطور نظام العالمي أو نظام التجارة العالمي يمكن أن يؤدي في مرحلة من المراحل لاتباع، وهذا فعلا يؤثر على هذا النظام. وأعتقد الولايات المتحدة إلى ديجان تجري أو حطت في هذه الحسبان هذه المعطيات وبدأت تعمل عليها. هل ترى أن سياسة العقوبات الأمريكية التي غالبا ما تعزل الدول المستهدفة أو الشركات عن نظام السويفت الذي تحدثت عنه قبل قليل تساهم في دفع هذه الدول للبحث عن بدائل، وبالتالي تبحث عن بناء أنظمة أخرى موازية للسويفت أو عن بناء طريقتها الخاصة، إما بالمقايضة وإما بتعزيز التعاملات بالعملات المحلية أو باختيار عملات أخرى كاليورو مثلا؟ هل ترى أن العقوبات الأمريكية عندما تدفع الدول إلى البحث عن بديل إنما تساعدها أيضا على التفلت من النظام الذي يهيمن عليه الدولار؟
نعم، ولكن نعم ما قلت صحيح، أن هناك العديد من الدول، كثيرة من الدول تساعد أن تطور أنظمتها، منها إيران تطور أنظمتها بنفسها، ولكن هل هذا النظام يساعد على التطور أو الوصول إلى مرحلة، أو يؤدي بالدولة الوصول من مرحلة إلى مرحلة أخرى؟ أعتقد أن هذه الأنظمة يؤدي إلى انعزال في ظل الواقع العالمي المتاح اليوم، يؤدي إلى انعزال هذه الدول أكثر فأكثر، وبالتالي يساعد على بقاء هذه الدول على قيد الحياة، ولكن لا يساعد على تطورها. نرى في إيران أن معدلات البطالة مرتفعة جدا، معدلات التضخم بمستويات عالية، نرى هناك عدة مشاكل اجتماعية واقتصادية في إيران، بغض النظر عن الكلام العاطفي، ولكن هذا ما نراه في دول. نرى فنزويلا أيضا نفس الشيء، هناك كثير من الدول، أعطي أمثلة على هذا النظام. أنا أتكلم عن نقطة معينة، أن ليس بالمشكلة أن تتبع هذا الدول هذا النظام، ولكن للتأثير على الدولار، ولكن ما حجم هذه الدول وتأثيرها على الصعيد العالمي في حال لو اتبعت هذا النظام بالتأثير على الدولار نفسه؟ يعني عمليا كم دولة تستطيع التفلت من نظام سويفت أو تتبع نظام موازي لنظام سويفت؟ هل في مصلحتها أولا في هذه الدول عمليا انعزالها عن ربما محيطها السياسة العالمي؟ الخارجية دور هنا، ربما للسياسات الخارجية، يعني ليس فقط المصالح الاقتصادية، وإنما أيضا هناك دول صغيرة أحيانا تضطر إلى لنقل الدوران في فلك الدول الكبرى، وبالتالي قد تنضم دول جديدة إلى النادي أو إلى الحلقة المحيطة بالصين ولاحقا بروسيا ولاحقا بالهند، لتكبر هذه الحلقة وتكبر هذه الدورة وتشكل كتلة مناهضة أو مناوئة للولايات المتحدة. أعتقد ليس بالسهولة، أنا أوافقكم الرأي، ولكن أنا دائما ما أنظر إلى التجارب التي حدثت في السابق. روسيا حاولت مع دول البريكس بإنشاء هذا النظام، ولكن إلى الآن لم ينجح. هناك الكثير من الدول حاولت في هذا النظام ولكنها لم تنجح، لأن هناك صعوبة كبيرة، لأن الدول التي تتبع نظام موازي لنظام سويفت أو أي نظام عالمي لا يعتمد على الدولار تواجه نوعا ما من الانعزالية، ليست فقط من العقوبات الأمريكية، إنما فقط لعمليات التبادل التجاري مع الدول التي تتبع. يعني عمليا لنرى أن هناك في محور لنأخذ بين إيران وروسيا، هناك في محور واحد، هناك نظام تقريبا هو كحامي على الساحة الدولية للنظام الإيراني، ولكن لم نشهد إلى الآن عمليات التبادل التجاري بين هذه الدول، بين إيران وأي دولة وروسيا بالشكل الذي يدعي إلى التفاؤل في هذه التجربة. حتى روسيا عندما تعطي تريد ضمانات عمليا، والضمانات غالبا ما تكون يا اما تكون اسيت داخل ايران، وغالبا ما تكون ذهب او 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 دولار. وحتى في علاقه لبنان نحو التوجه مع الشرق، اعتقد انه لا استبعد ان تطلب الصين ضمانات من لبنان لاتباع نعم. هذا النظام، لانه عمليا لا ثقه كدول صغيره بالايفاء بالتزاماته، وبالتالي هناك بالتالي ضمانات، يا اما ضمانات ذهب، ضمانات اسيت موجوده داخل الاراضي اللبنانيه، او اي ضمانات اخرى تستطيع ان تضع عليها. نعم. وبالتالي نعم. هذا غير متوفر بالنظام السويفت، لانه تستطيع اي دوله الدخول الى اسواق المال والاستدانه دون اعطاء اي ضمانات، وبالتالي مختلف كليا النظام. للاسف دكتور ملحم الوقت انتهى بالكامل، الحديث شيق وربما نتابع هذا الحديث في حلقات مقبله. شكرا جزيلا لك الدكتور دانيال ملحم، وانت الباحث في شؤون اسواق المال كنت معنا من باريس، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه، الى اللقاء.